رجل المواقف الصعبة والمحطات المعقدة، ودائما ما يلعب دور المنقذ للنادي الإسماعيلي، فهو يلبي نداء الفريق عند الحاجة إليه نظرا للحب الكبير الذي يوجد في قلبه لدى قلعة الدراويش التي تربى داخلها. إنه أبو طالب العيسوي، لاعب ومدرب الإسماعيلي السابق، مواليد 11 من شهر ديسمبر عام 1963. ويعد أبو طالب العيسوي أحد أبرز نجوم الإسماعيلي في جيله الذهبي خلال فترة الثمانينات، حيث كان يضم كل من شحت دسوقي وطارق الوحش. وبعد مسيرة طيبة مع الساحرة المستديرة، اعتزل واتجه بعد ذلك إلى عالم التدريب. خاض العيسوي العديد من التجارب التدريبية، حيث أشرف على فريق حرس الحدود في الدوري الممتاز، فضلا عن تدريب بلدية المحلة ونجاح حمادي وقنا، فضلا عن تجربة خارجية ناجحة في صفوف فريق العروبة العمانية. وأشرف أبو طالب العيسوي على تدريب الإسماعيلي في العديد من الفترات، كان أولها عقب إقالة التشيكي ستراكا، بينما كانت ولايته الثانية عقب اعتذار الفرنسي سباستيان دي سابرا عن إكمال مهامه مع الدراويش. ويعيش الإسماعيلي خلال الموسم الحالي فترة صعبة للغاية، حيث يعاني الفريق من هزة كبيرة خاصة على الصعيد الفني، نظرا لتغيير العديد من الأجهزة الفنية خلال وقت قصير. ومنذ بداية الموسم أجرت إدارة الإسماعيلي عدة تغييرات على الأجهزة الفنية، حيث بدأ الدراويش موسمه مع البرازيلي ريكاردو ليرحل ويتم تعيين طلعت يوسف بدلا عنه، لكنه اعتذر عن استكمال المهمة ليتم إسناد مهام تدريب الدراويش لمحمد وهبة. وبعد مباراة واحدة لوهبة اعتذر عن استكمال مهامه على رأس القيادة الفنية ليتم تعيين أبو طالب العيسوي مديرا فنيا للفريق، إلا أنه لم يستمر أكثر من 20 يوما في منصبه. وخلال تواجده على رأس القيادة الفنية للإسماعيلي هذا الموسم، خاض أبو طالب العيسوي 3 مباريات لم يحقق خلالها أي فوز، حيث خسر الدرويش من مصر للمقصة والمقاولون العرب، فضلا عن الخروج من نصف نهائي البطولة العربية على يد الرجاء المغربي، ليغادر بعدها قلعة الدرويش ويتم تعيين أحمد العجوز لقيادة الفريق ثم خالد القماش. ومؤخرا أعلنت إدارة الإسماعيلي التعاقد مع البوسني دراغان يوفيتش من أجل إنقاذ موسم الدراويش الذي بدأه بشكل متخبط للغاية. ويتواجد الإسماعيلي في المركز 17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط فقط جمعها من 11 مباراة، حيث لم يحقق الدراويش سوى انتصارا واحدا فقط، بينما تعادل 5 مباريات وخسر مثلها، وسجل لاعبه 10 أهداف واهتزت شباك الفريق 15 مرة. عن أسباب قبول مهام تدريب الإسماعيلي هذا الموسم، ما هي أسباب تراجع نتائج الفريق رغم التدعيمات الكبيرة؟ الصعوبات التي واجهته خلال فترة عمله؟ وكيف يستفيق الفريق من كبوته؟ وما هي روشتة عودة الدراويش من جديد لسابق عهده؟ كل هذا وأكثر يجيب عنه أبو طالب العيسوي ضيف جمهور التلتة مع إبراهيم فايق.